ومدام سهام كلمتنا كمان حتى تسأل عن الإمساك. يا مدام سهام، الإمساك أكتر شغلة وأول شغلة بقولها دايما لحتى نتخلص من الإمساك هي شرب المي، شرب السوائل. أول شغلة بنعملها إنه بدنا نشرب لتر ونص أو لترين مي باليوم. هلأ بعرف إنه أنت صايمة هلأ، طبعا هالليتر ونص بدنا نشربهم بين الإفطار والسحور، أهم شغلة، لأنه بعرف إنه مشكلة الإمساك كتير موجودة خاصة هلأ بفترة الصيام عند معظم الناس، لأنه منكسل نشرب مي بين هالفترة، لأنه بكون بنحس إنه خلص صار الليل، صار عشية، ما بنحس بحرارة الشمس، ما بنتذكر إنه نحن عطشانين. مشان هيك أنا بدي ضلني أذكركم شربوا مي قبل ما تحسوا بالعطش. لما تحسوا بالعطش يعني تأخرتوا، يعني خلص جسمنا صار فات بمرحلة الجفاف، ومرحلة الجفاف يعني نحن من المشاكل اللي عنا إياها هي الإمساك. فبدنا نشرب مي كتير، بدنا ناكل خضار وفواكه كتير، دايما يكون في خضار، إن كان بالسلطة، إن كان بالشوربة، إن كان بالأطباق الرئيسية اللي عم نحضرها. في أنواع من الفواكه خاصة الفواكه المجففة مثل المشمش والقراصية كتير منيح للإمساك. فينا قبل ما ناكل أي شيء على الإفطار نبتدي بحبتين أو ثلاثة من القراصية مثلا أو المشمش، هذا شيء كتير رح يساعد على تخلص من الإمساك. والحركة، يعني اللي قادر يعمل حركة، اللي قادر إنه أنا بعرف إنه مدام سهام ما بتتحرك وحكيتني وقالت لي إنه هي تعبانة، بس للأشخاص اللي قادرين يعملوا حركة خلينا ما نفطر ونقعد على طول، نفطر ونروح نمشي، نمشي بالمول، نمشي على النيل، نمشي بأي مكان، نعمل زيارات حتى ما يكون في عنا خمول، ونحسن عمل الكولون تبعنا بالحركة.